السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. كنت عايز أفكر لو أنا معايا مبلغ من المال ويعني حد بيطلب مني مثلا حاجة بروح أشتريها له من تاجر يعني بجيب لي الحاجة دي من التاجر وبديه للتاجر الفلوس وبعد كده أنا بديها للشخص ده هذه حيلة من حيل الربا، بارك الله فيك.